هات لي زلمه واحد استشهد فيهم كلهم اللي في الدار واللي هنا كلهم اطفال ونساء. الشعور خلص الشعور يعني انا المسح الهويه تبعته كلها راحت المسحه بزوجتي وبولادي كلهم. تفقد اولادك تفقد اعز الناس لك وحبايبك ايش بده يكون شعورك؟ الشعب كله مات فيش انسان يرحمه لا برا ولا جوا ولا خارج ولا داخل كله قاعد بتفرج على الشعب الفلسطيني وقاعد بموت مين رحمنا؟